الزجاجيه بخصوص الاوضاع اللي كتعيشها المحكمه المدنيه، خصوصا من ناحيه التناوب ما كاينش، من ناحيه اننا الوافدين على هذه المحكمه كثار بطريقه كثيره بزاف، لان مدنيه والدار البيضاء بحكم التوسع ديالها انها كتضم دار بوعزام ديونه، دونك مناطق كبيره. اذا هاد الناس كيجيو من هاد المناطق كلهم كنضطروا نستقبلوا اكثر من 300 شخص وكثر في النهار. اذا هذا كيعرضنا واحد الخطر كبير، زياده على استثناء المحكمه المدنيه الوحيده اللي ما تمش فيها التحاليل على الفيروس كوفيد، لان المحاكم الاخرى داروا تحاليل، المحكمه ديالنا الوحيده اللي ما استفدتش من التحاليل. اضافه ان هذه المحكمه كتعيش واحد الوضع مزري مع شركه النظافه الحاليه الموجوده، ان المواد التنظيف شحيحه، وفي حين ان هذه الفتره هي اللي خاصها تكون فيها المواد متوفره من الصابون كل شيء، ما تلقاوش، داك الشيء كيجي قليل. هضرنا مع المديريه الفرعيه، هضرنا مع الشركه، مع ذلك بقى الوضع قائم. وان التعقيم تقول لك هي ما عندهاش عقده في التعقيم، هي كدير تعقيم بحال من غير خير منها، وهذا الشيء ما خصش يكون بالنسبه لهذه المحكمه اللي بهذا الكبر هذا، وكتعيش اشغال زياده الفيروس، عندنا الغبره عندنا مشاكل. اذا هذه المحكمه كتعيش وضع كارثي، وحنا كنطلبوا من الله السلامه. وكنا اول محكمه اللي خدمات في الكونفينمون، بدليل راه كاين صور، ودرنا حمله ديال التبرع بالدم في هذه المحكمه، كنا اول ناس اللي وقفنا في الكونفينمون وخدمنا، ومع ذلك كيصيرنا هذا الحيف ما عرفناش علاش. كنتمنى من المسؤولين انهم نشوفوا بطريقه جديه هاد المشاكل اللي كتعيشها هاد المحكمه. في ظل الظروف الصعبه اللي كيعيشها المغرب واللي كيعيشها العالم ككل ظل ازمه كورونا، هاد الوقفه ديال اليوم جات باش تدق ناقوس الخطر على الوضعيه ديال المحكمه المدنيه، الوضعيه اللي كيشتغلوا فيها الموظفين ديال كتاب الضبط داخل المحكمه المدنيه، خاصه فيما يتعلق باستقبال برسم مشار سعود، انهم بعد العطله القضائيه كان الجميع ينتظر القيام بالاجراءات ديالو والتقاضي، المحامون بالمذكرات ديالهم، ايضا عدم توفير العدد الكافي من المحاسبين العموميين في صناديق المحكمه اللي كيستقبلوا العديد من المذكرات والمقالات بشكل يومي وبشكل كثيف. الوزاره لحد الان ما قامتش بالاجراءات الكفيله بتوفير العدد الكافي من الموارد البشريه في صندوق المحاكم، وهذا يشكل خطرا لا على الموظف ولا على المتقاضين ولا على المرتفقين ديال المحكمه. ايضا بالنسبه للشروط السلامه الصحيه وشروط التباعد الاجتماعي داخل المكاتب، لان كنلقاو بعض المرات مكاتب اللي كيتكتب فيها سبعه الموظفين، وهذا منافي للمذكرات الوزاريه وايضا للحاله الوبائيه اللي عليها البلاد. انا كندق ناقوس الخطر بصفتي كموظف، لانني كنعايش يوميا تداول ديال الوثائق بشكل كثيف، خاصه ان موظف كتاب الضبط هو يتعامل بالوثائق بشكل يومي، ليست هناك الات لتعقيم الوثائق، ايضا استقبال الوثائق بشكل كثيف، واجالات اللي ضروري يحترمها من تنفيذ أجل من اجل تسليم شواهد او تسليم طلبات في بعض الاحيان. من هنا كنقولوا بان المحكمه المدنيه ما دارش لها التحاليل ايضا من بعد العطله القضائيه، فاكيد اكيد انه غتكون اصابات، واذا كانت اصابات غتكون بشكل خطير، لانه التحاليل هي اللي غتبين لنا عدد الاصابات وتبين لنا حتى الحجم ديال الضرر اللي ممكن يلحق بالموظف ديال كتاب الضبط.